اهلا بحضراتكم مره تانية. شفنا مع بعض التقرير، وكان يعني طبيب الاسنان بيورينا ازاي بيعقم الادوات، عشان احنا مش المفروض نروح فعلا لاي طبيب اسنان، المفروض نهتم ان هو عنده ادوات التعقيم وجهاز التعقيم الخاص بالادوات، مش بس ان هو بيلبس جوانتي في ايده، ده اهم حاجه، لا كمان ان هو بيعقم يعني ادواته كلها المستخدمه بعد كل مريض، ده مهم جدا. طيب النهارده بنتكلم عن استخدامات الليزر في الاسنان. لو حضراتكم عندكم اي سؤال خاص بموضوع النهارده، كلمونا على ارقام البرامج اللي بتظهر على الشاشه. وضيفتنا في الفقره دكتوره هاجر عبد الحميد، استشاري طب الفم والاسنان والعلاج بالليزر ومدرس علاج الجذور. اهلا بحضرتك دكتوره هاجر. اهلا بحضرتك. ومنورانا في اسال طبيب. ميرسي ميرسي. اولا الليزر ده هو نوع واحد ولا انواع؟ لا، هو الليزر انواع، وبتختلف انواع الليزر. يعني احنا مثلا دكاتره الدرماتولوجي ما يستخدموش نفس انواع الليزر اللي احنا بنستخدمه. إذا فعلا عشان يعني بتوع الجلدية مش انواع بيستخدموا بتاع مختلفه. الأسنان. هو الليزر اصلا عباره عن ايه؟ الليزر عباره عن لايت، ضوء. ضوء. احنا بناخد الانرجي اللي فيه، اللي هي الطاقه اللي موجوده في اللايت، وبنوجهها على اكتف ميديا، اللي هي زي سواء بقى هي صلبه او غاز او سائل، بنوجهه على ميديا معينه، وبعد كده بيحصل لها اجريفيشن، وبعد كده بتطلع على هيئه راديشن. يعني ايه؟ لا معلش، احنا بلاش المصطلحات الطبيه والانجليزيه. يعني ان خلينا. احنا بنستعمل الضوء وبنعمله، بنسلطه على ماده معينه، الماده المعينه هي اللي بتعمل لنا اطوال موجيه مختلفه لليزر، ايوه، وهي اللي بتخلي في اختلافات في الليزر. يعني تمام. مثلا زمان اول ما كان في اول ما طلع كان حاجه اسمها روبي ليزر. الروبي ليزر ده كانوا بيسلطوا الضوء دوت بقوه معينه على حجر الروبي، فبتطلع بطول موجي معين مختلف عن اللايت اللي هو داخل العادي. بالظبط. دلوقتي بقوا يغيروا بقى في الاكتيف ميديا دي، اللي هي في الماده اللي احنا بنوجه عليها الضوء ده في جوه الجهاز نفسه، فبتطلع لنا كل مره ليزر بطول موجي مختلف بخصائص مختلفه عايزه اقول كده، يعني كل مره في خصائص وكل مدى في حاجات اجدد. بالظبط. الخصائص دي بتفيدنا في ايه؟ الليزر عبارة عن ايه؟ احنا كلنا فاهمين ان الليزر ده شعاع بيطلع يروح قاطع الحاجة. الحقيقة دي الفكرة القديمة عندنا الحقيقة. لا، الليزر ده عبارة عن احنا بنسميها تيشيو انتر اكشن. يعني الليزر لما بيقع على الجلد بتاعنا اكوردنج لخصائص الليزر ده بيحصل التفاعل. مثال، في ليزرز بتمتص مثلا من الميلالين اللي موجود، احنا عندنا صبغه الميلالين دي اللي هي بتدينا لون تحت بشرتنا، الجلد في ناس بالظبط. فبتوع مثلا الديرما بيستخدموا الليزرز دي عشان مثلا بتوع الجلديه بيستخدموها عشان ان هو الليزر ده مثلا الشعر لونها اسود اول ما يروح ابزورب يمتص الليزر ده يروح ميت. احنا بقى بنستخدمه في حاجات تانية، بنستخدمه في حاجات الناس اللي عندها اللثة بتاعتها غامقة. بنستخدم دي الليزر هنبدأ بقى ده نستخدم، نقول في بقى الأسنان. استخدامات الليزر، في وطبعا الأسنان مش بس الأسنان واللثة كمان. بالظبط. تمام. هو كل ما يتعلق بالوجه طب احنا والأسنان. شايفين مثلا الصورة دي يا دكتور ايوه، هاجر زي الصورة بيتكلم دي عن مثلا. اللثة مثلا اللي هي الغامقة او بالظبط السودة دي، بالظبط. دلوقتي بقى ليها علاج ده بعد دي بعد، فعلا؟ دي بعد طب ده بيحصل هايل، ايه يعني بقى؟ هايل كده، حولت لطبيعية تماما يعني. بالظبط. بيحصل ايه؟ احنا اللون الاسود اللي كان موجود، وفي ناس كتير قوي بتعاني من الموضوع ده ده حقيقة. خاصة البنات، يعني بتلاحظوا انه اللثة السوداء حتى بعد ما تعملي تبييض والكلام ده كله بيبقى ظاهر قوي اللثة السوداء دي. ده فاحنا حقيقة. بنروح شايلين، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا بيبقى فيها ميلانين. صبغة الميلانين زيادة. بالظبط دي لما بنوجه عليها الليزر بنشيل الطبقة الخارجية او الموست سوبرفيشال لير اللي هي موجودة في اللثة، واللي هي عبارة عن ميلانين. يروح الميلانين ده يمتص الليزر ويروح السلس كلها تفرقع، فبالطريقة دي ان احنا بنشيل اللون خالص اللي موجود في اللثة. تمام. ميزات بقى الموضوع ده، احنا بنعمل الكلام ده باللانست العادي بالمشرط.
بنشيل الطبقة هي دي النص، طبقة خارجية؟ اللي هي مش خارجية، يعني هي يعني اقصد عبارة عن لايرز، كل حاجة في جسمنا عبارة عن طبقات. لايرز، فاحنا ما نقدرش ندخل في الدبث خالص، فاحنا بنشيل بس الطبقة الخارجية اللي موجودة. احنا بنعملها كنا زمان بالمشرط، بنشيل الطبقة الخارجية دي، بس مشكلتها كانت ايه؟ مشكلتها انها اولا بتعمل بليدنج، بتعمل نزيف، نزيف طبعا انت كتير. بتمسكي المشرط وتك تك طبعا. تك تك. تاني حاجة ان انت احيانا بيحصل لها ريلابس، بترجع تاني. في الليزر كل لا، قد ايه بقى كانت بترجع؟ كل قد ايه؟ كل واحد وخصائصه، كل واحد وفسيولوجي بتاع الجسم نفسه. بس اكيد في في الليزر حد ادنى. يعني كل مثلا لا كتير 3 4 سنين ثلاث ممكن اربع سنين ترجع، كانت ترجع. او ترجع بدرجة اخف، يعني هي مش هترجع زي الاول، بنفس بس في الليزر لا ما بترجعش، there is no relapse. ليه بقى؟ ليه ما بترجعش؟ لانه هي بتقتل كل، يعني احنا واحنا بنشرط بالمشرط في سيلز بتبقى موجوده احنا ما بنبقاش في عارفين، الليزر خلايا. اوتوماتيكلي كل السيلز اللي فيها ميلانين تروح ابزورب الليزر دوت، فما بترجعش تاني. يعني كل الخلايا الموجودة بتمتص يعني الشعاع بتاع الليزر ده وما بترجعش مرة وما تانية بترجعش مره للون تانية، الغامق ده، وما فيش بليدنج، يعني وما حضرتك فيش نزيف. ما فيش خالص نزيف في اللثه، ما فيش الم، ما بنعملش انستيزيا، ما بنديش بنج، طبعا ده الرعب الفظيع بتاع الناس ده كلها. حقيقي. احنا كنا زمان عشان نعمل حاجه زي كده لازم ندي بنج للي فوق واللي تحت كله، احنا بنشتغل والحقيقة ده كان محتاج بنج للبنج، يعني احنا بنحتاج بنج عشان ناخد حقن البنج الصراحة. بالظبط. لا دلوقتي ما فيش حاجه بتدخل from A to Z، ما فيش حقنه خالص، وما فيش يعني وما فيش حقنه وما فيش بليدنج دم، وما فيش مثلا انتفاخ بعدها ولا اي حاجه ولا وجع، ولا بديها مثلا انالجيسكس ولا اي حاجه، يعني واحده دخلت وطلعت ولا كانها عملت اي حاجه. الموضوع كمان واضح ان بياخد وقت يعني قليل، قليل. صح؟ قد ايه يعني ده؟ لا انا يعني ربع ساعه تلت ساعه، يعني according للبرسنتج اللي تمام. موجود. هنتكلم بقى يعني بعد ما بعد، بس ناخد اتصال. استاذ مروان، الو. الو، ازيك يا استاذ شيرين؟ ازيك يا حضرتك؟ استاذ مروان؟ تمام، بخير الحمد الحمد لله. لله. ازيك يا دكتور؟ دكتور هاجر معاك، ليك سؤال؟ اتفضل. والله يا دكتور انا اسناني حضرتك يعني لونها متغير، يعني باللون البني نتيجه التدخين وايه وتناول الكافيين، وبعدين انا سمحت يعني في تبييض الاسنان بالليزر، يعني سمحت الليزر ليه اضرار يعني هيضر اكتر ما ينفع، اللي هو يعني نتيجه الحراره اللي بتتعرض لها السنه بيسبب التهابات ويعني خشونه في المينا، وعلى المدى البعيد يعني السنه بتفقد الفسيولوجيه بتاعتها، يعني عايز اعرف يعني الكلام ده مظبوط من حضرتك؟ تمام. اسئله مهمه يا استاذ مروان، هنجاوبك عليها حالا، شكرا ليك. طيب طيب، هي فعلا التدخين فعلا ليه تاثير على الاسنان، اذا كان الشاي والقهوه ليهم تاثير فاكيد التدخين برضه ليه. طبعا. فهو واضح ان هو يعني مدخن، بس هو ما كلمناش في حته ان هو يعني هيبطل مش هيبطل، ماشي. مع ان ده المفروض اول حاجه. طيب بس بيقول عايزين نتكلم زي الفوائد، بنتكلم برضه عن اضرار. خلينا نتكلم واحده واحده. بالنسبه بالنسبة للتدخين للتدخين، او ولون الناس الاسنان، اللي بتشرب شاي او قهوة كتير، كل دي بتعتبر ستينز بتدخل جوه الاسنان. السنة ربنا خلقها عبارة عن قنوات صغيرة جدا جدا جدا، ما بنشوفهاش خالص بالعين المجردة، هي اللي بتدخل فيها الالوان دي. الليزر بيساعد، هو تبييض عبارة كله سواء بالليزر او من غير الليزر، عبارة عن جل معين بنحطه على الاسنان، الجل ده هو اللي بيسحب المادة دي من القنوات دي، تمام. فبتدينا اللون الطبيعي الابيض اللي احنا بنشوفه ده بعد التبييض. الليزر بيساعد في ايه؟ الليزر اولا بيقلل، هو احنا عندنا في حاجه اسمها بوست اوبريتيف بين، اللي هو الوجع، في وجع بسيط وتحسس بسيط بيحصل بعد التبييض، تمام. ده الليزر حساسيه. حساسيه بالظبط، لما حسيت تشربي ان ميه الاسنان ساقعه، بتزيد. بالظبط لما تشربي ميه ساقعه قوي، لما تشربي بتحسي ان انت بتفضلي كده حوالي يومين ثلاثه متضايقه من الموضوع ده، الليزر بيمنع الموضوع ده، ما بيبقاش في بوست اوبريتيف بين بعدها. الليزر بيساعد ان هو يعني السيشن اللي بتاخد نص ساعه، لا احنا بنخلصها في 10 دقائق، بيساعد او بيعمل اكتيفيشن، او يعني هي السيشن قبل كده كنتوا بتعملوها بايه؟ بنفس بالزوم بقى واللايت والحاجات دي كلها، بلايتس ال اي دي مختلفه عن يعني الليزر، ده يعني ده حاجه ده تانية حاجه وده تغيير. حاجه، ده لايت
يعني الإضاءة دي اللي اللي بيوجهوها بيوجهوها. دي حاجة مش هي لا دي، أنا كنت فاهمة إن ده ليزر برضه. لا، ده مش ليزر. لا الليزر موضوع تاني. حتى بتلاقي في عيادات الأسنان اللي لا فيها ليزر، أولا الليزر، جهاز الليزر ده لازم يكون مرخص ليه لوحده، ولازم ما تشتغليش إلا بسيفتي ميجرز، ولازم يعني لا، ده من الحاجات اللي مش اللايتس بقى العادية. احنا حتى اللي هو اللايت اللي هو الحشو الأبيض اللي هو بينشفه والقصص دي كلها بيسموه ليزر، بس ده مجازن، اتس نوت ليزر. لا، مش ده كله مش ليزر. طيب بس بالنسبة للتبييض، لابد من المحافظة بعد التبييض. يعني حكاية ان انا عملت طب تبييض هستأذنك بس ناخد وسام، ممكن برضو اسألنا سؤال ليه علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. الو الو، الو، ازيك يا وسام؟ الحمد لله تمام، ازي اهلا حضرتك؟ اهلا بيكي. إيه ليكي سؤال؟ لو سمحت انا بس كنت عايزه اسال الدكتوره، انا اسناني يعني بطبيعتها بحس ان هي صفرة، يعني مش عليها طبقه صفرة او حاجه، بحس ان هي بطبيعتها نفسها صفرة، فده ممكن يعني يبقى ليه علاج او حاجه ولا ايه؟ تمام، شكرا ليك يا وسام، شكرا ليك. شفتي هي بنتكلم برضه في نفس برضه الحاجه، إيه لان احنا زمان كنا بنتخيل انه ايه، ان احنا لما نعمل سناننا بالفرشه او نشيل طبقه او كده هو ده هيبيض لنا اسنان، لكن في ناس طبيعه اسنانهم هي كلها كده، انت ولو شلت اول طبقه او تاني طبقه او تالت هي لونها كده، يعني هي لونها مش ابيض، مش عشان اللون. كده بقول لحضرتك، هي المشكلة في القنوات الصغيرة اللي هي جوه السنة نفسها، اللي هي ربنا خلق السنان بالطريقة دي. هي مش حاجة فوق السنان، هي حاجة جوه السنان. بس لا، برضو اللي عندهم طبيعتهم سنانهم صفرة، لا، بيعمل تبييض وبيعمل نتائج حلوة قوي. بيبيض حوالي 4 لـ5 درجات. من 4 لـ5 درجات، مش الدرجه اللي انا عايزاها، عشان بس يعني افرض لا انا عايزه يعني واحده رايحه وعايزه درجه ابيض. لا، بن 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 بنتحكم بقى في الموضوع ده في الوقت. يعني ان انا الكل ازود الوقت. بالظبط، طب بنزود لو الوقت او مريض نقلل. بيشتكي من حساسيه في الاسنان بتزودوا برضو الوقت؟ لا، الليزر بيمنع الحساسية دي اصلا، يعني ما ملوش بيخليش الموضوع ده موجود. ان هو اللثه، تحسي ان في، لا مفيش الكلام ده لا، مع استخدام مع الليزر. استخدام الليزر. الليزر اصلا من ضمن حتى مميزاته ان هو بيقلل الوجع في حاجات كتير. في ناس عندهم مشكلة في التي ام جي، في الجوينت دي، ما بيقدروش يفتحوا بقهم كتير، او لما يجوا يفتحوا بقهم عندهم ليميت ماوث اوبننج زي ما بيقولوا، بيفتحوا بقهم قليل. الليزر with low dose، يعني دوز صغيرة جرعة قوي. قليلة قوي. ايوه بالظبط، بنسلطه على التي ام جي كده، بحيث ان هو يعمل زي يعني ريلاكسيشن مفصل اللي هنا. مفصل. دي في ناس كتير قوي بتتضايق من الموضوع ده، ما بتقدرش تفتح بقها بسهولة. طب ناخد بس تليفون استاذ صلاح ونكمل موضوع الحلقة. الو، الو، ازيك يا استاذ صلاح؟ الله يخليك، لو سمحت اكلم الدكتورة. دكتورة هاجر معاك، اتفضل. طيب، ازيك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، انا بكلمك من الصعيد الجوان نجا حمادي. اهلا وسهلا، احسن ناس. اهلا بيك يا دكتورة. والنبي، انا عندي 5 سنان من قدام فوق وتحت كويسين. سناني على اليمين فوق مركب ناب فيه 3، وعلى الشمال تحت ناب فيه 3. هل استنى لما اشيل النياب واسنان من قدام وازرعهم، ولا ايه رايك؟ سنانك فوق، انت مركب على الناب؟ على الناب، على اليمين فوق وتحت على الشمال. فطبعا السن بتاعي 64 سنة ومش بشرب سجاير. كويس. طيب انت عايز تشيلهم ليه؟ عايز تغير التركيبة دي؟ عايز اغير التركيبة واركب مثلا طقم، او مثلا طقم كده، بس ما يشوش منظر بق كده، وبقى كبير كده وشاذ شوية. لا، ممكن، مفيش مشكلة. طيب انت سيادتك في مصر، يعني في عيادة في مصر اجي لسيادتك ولا ايه؟ ممكن حضرتك يعني ما تقفلش، خليك مع الكنترول، هيدولك رقم دكتورة هاجر. شكرا 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 ليك يا استاذ صلاح، والف سلام عليك. طب احنا بنكمل برضو بالنسبه، عشان نخلص الجزء، طبعا الليزر مش بس تبييض الاسنان، فاحنا عايزين نخلص الجزء بتاع تبييض الاسنان علشان نبقى ردينا على استاذ مروان وكمان وسام. احنا بنقول لهم ان هو ينفع، بنعمل لحد 4 درجات وممكن اكتر، امن حتى للي عنده حساسيه اسنان. مكلف شوية. شوية. هي مشكلة الليزر ان الجهاز نفسه غالي جدا. هي فعلا زي ما حضرتك قلت لحضرتك في الاول، هي في انواع للليزر، ماشي.
في ليزر اللي هو بيبقى صغير وبنستخدمه بس في السوفت تيشو اللي هو في اللثة، الحاجات البسيطة. الحاجات البسيطة دي بتبقى يعني تكلفته قليلة، بس الليزر الكبير اللي احنا بنقول عليه اول تيشو ليزر، يعني بنستخدمه حتى في حشو السنان، ده بيبقى غالي جدا. يعني دلوقتي برضو الليزر بنستخدمه في حشو السنان في حشو الأسنان إن شاء بدل الله. ما ندي بنج ووجع واصل سنتي مش عارفة ايه، والاطفال كمان بيخافوا من ابرة البنج، فاحنا بن بن بنعمل بيه حشو للسنان. تمام. طيب السؤال الثاني بيبقى ان انا برضو عملته، انا الصراحه عملته قبل كده، انا بالنسبه لي تجربتي ما كانتش ناجحه قوي مع التبييض والليزر، لانه انا حسيت انه بعد شهر او اقل اسناني رجعت تاني. يعني انا خايفه عشان انا عندي حساسيه اسنان ان انا اعمل الحاجات القشور الخزفيه والفينيرز والحاجات، وقلت اعمل الليزر على اساس انه حاجه مش هتغير لي في تركيب اسناني. ومع ذلك انا تجربتي معاه مش ما كانتش حلوه، واسناني رجعت زي الاول. فانا مش عايزه انصح بيه حد وتبقى حاجه مكلفه وفي الاخر بعد شهر انا الـ1000 ولا الـ1500 اللي هيدفعهم عشان بيض اسنانه ولا كانه. لا، هو زي المتصل الاستاذ مروان اظن اللي قال على موضوع التدخين، اللي هيعمل انا ما تبييض بدخنش على فكره خالص، انا بكره ريحه السجاير. يعني مثلا لو راح عمل تبييض ورجع يدخن هترجع. يعني انا وانا في العياده بقول كده، يعني اللي عاوز، يعني انا لما باجي اعمل حاجه والله هو حتى هيحصل كذا، ولو لو انت استمرت على التدخين. هتستمر بالنسبه للناس اللي بيشربوا شاي كتير بنقول لهم لازم يبطلوا، يبطلوا خالص. يعني انا بتبقى بشرب بنسبه شاي قليله. مره في اليوم او مرتين لما بيبقى كتير، ابطل خالص؟ يعني انا محسسني يا سجاير. بس اللون ازاي ده؟ حلو. لا لا لا، انا عايزه اللون. بصي يعني مش اللون اللي هوليوود سمايل. لا، ما بحبش برضو لون اللي هو الاشاني الحمامات ده اللي هو الابيض قوي ده، برضو شكله فيك، شكله يعني صناعي متكلف. بس برضو لا، انا عايزه اللون خلاص. الناس كلها يعني خلى الفنانين الكوميديين عملوا اسنانهم، يعني احنا مزين مش هنعمل اسناننا لا، يعني. بس على فكره الفنانين كلهم عاملين فينيرز مش عاملين مش كده صح؟ يعني الحاجه عشان كده معظمهم شكلهم غريب يا دكتور هاجر صح؟ يعني احنا ناخد بس اتصال استاذ خالد ونكمل. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله تمام. في سؤال يا دكتور هاجر؟ ممكن الليزر يستخدم كبديل للمشرط في جراحات الفم والاسنان؟ سؤال حلو قوي. تمام، في سؤال تاني استاذ خالد؟ شكرا ليك يا استاذ خالد، مش عارفه الخط اتقطع عليه. ده برضو سؤال جميل. طيب نقول بالنسبه للتبييض بيرجع بعد قد ايه؟ لو انا بيضت اسناني يرجع بعد، لو انا محافظه عليها. لو حفظتي لا، هيقعد فترة طويلة، يعني هيقعد 3 4 سنين. وكمان في حاجة في الليزر كمان، او في التبييض سوري. التبييض المادة اللي بتأثر جدا في التبييض، المادة نفسها الجل اللي بنحطه على السنان، مش اللايت. اللايت زي ما قلت لحضرتك في الاول بيسرع العملية وبيقلل الوجع. لكن درجة التبييض، او مثلا في ناس تقول لك انا بيضت بس الدرجة مش عجباني، بيضت بس حاولت، بيضت 3 4 مرات قبل ما وصلت للون. في السوق في برودكتس، يعني في انواع كتير 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 قوي من الشركات اللي فيها اللي بتبيع الجل ده. احنا بنخاف من الحاجات دي الحقيقة، احنا بنخاف طالما محدش احنا طبيب اللي قالنا عليها. لا لا، احنا احنا مثلا كاطباء اسنان بنشتري الجل ده من الشركات. ففي ناس بيشتروا جل غالي، في ناس بيشتروا جل متوسط، في ناس، فحتى نوع الجل نفسه بيفرق في التبييض. يعني انا لو انا جبت اللي في الصيدليه ده واستخدمته في البيت لا. بتفرق؟ لا، ده هوم بليتشنج، ده حاجه تانية. ده حاجه تانية. انا بتكلم على الاوفيس بليتشنج اللي احنا بنعمله في العيادات. يعني هي في كل حاجه في الاسنان، زي في كل حاجه في الدنيا فيها شركات، والشركات دي براندز، والبراندز دي طبعا. طيب هناخد برضو تليفون مدام سماح ونكمل. الو عليكم. عندي معلش سؤالين. اتفضل يا مدام سماح، اتفضل. اهلا بيك. عايزه اسمع الطقم اللي هو السوفت الطري ده كويس ولا لا؟ الايه؟ معلش انا ما سمعتش حضرتك. في طقم بيعملوه سوفت طري كده، عايزه اعرف كويس. طقم اسنان؟ تمام. تمام. وعندي بين السنتين خلع لفوق كلهم. بين السنتين في زي حته كده ما راحتش بقالها 4 شهور. مش عارفه دي هتروح ولا تفضل كده.
حته ايه، عظم مثلا او حته زي ايه؟ جلده كده. جلده. نزل حته خلع اسنانها لفوق ونزل حته جلده كده، بتقول يعني هتروح ولا لا؟ في سؤال ولا اي حضرتك تشيلها لي بالليزر؟ ممكن تروح بالليزر ولا لا؟ ده سؤال برضو تاني. طب في سؤال مدام سماح ولا هنجاوبها؟ لا شكرا. لا بس حضرتك بس على طقم السنان، عايز اعرف كويس ولا لا. تمام، شكرا ليكي يا مدام سماح، شكرا ليك. طيب كنا بنتكلم بقى على هل في اضرار بالنسبه للتبييض، عشان استاذ مروان قال لنا نتيجه الحراره، هل بيحصل خشونه في المينا؟ هل لا 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 الكلام ده كله مفيش، لا بالعكس مفيش اي اضرار، وبتبقى بس هي كاي حاجه يعني. انا ما اقولوش مثلا يعمل تبييض كل سنه، ما ينفعش. كل قد ايه؟ كل سنه ما ينفعش، يعني مثلا واحد يروح يعمل تبييض وبعد كده يروح يشرب سجاير ويدخن وكده وبعد كده يرجع يقول خلاص هعمل تبييض تاني، لا. يعني كل قد ايه يا دكتور؟ يعني حوالي كل 4 5 سنين يعني. يعني في ناس بتعمل تبييض مره واحده وخلاص. طب يعني الاضرار اللي بنسمعها دي انه هتاثر على التكوين بتاع السن او المينا بتاع السن للناس اللي بتعمل كتير كتير، انها كيميكلز. بس السنه ربنا خلقها ان هي بتقدر تعمل رينيوال، بترجع كل حاجه. يعني مثلا التيوبس دي اللي قلت لحضرتك عليها، بعد فتره بتلاقي نفسها قفلت نفسها بنفسها، ربنا بي 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 طيب ناخد تليفون سليم. الو 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 سليم. السلام عليكم. اهلا استاذ سليم، ازيك يا ابلو؟ اهلا بيك، اهلا بيك. ليك سؤال دكتور هاجر؟ بعد اذنك بس عايز اسال، عندي اسناني عندي اسناني دايما بتجيب دم، لو جيت اتمصيت بميه بارده بتجيب دم. تمام تمام في سؤال تاني؟ وعندي وعندي بالنسبه للحشو، وبالنسبه للحشو يعني لو في حشو مش بيستمر وبيقع تاني. تمام. في انا عايز حشو يعني دايما، يعني عايز اعمل حشو دمي مستمر، مش كل ما اعمل حشو يقع تاني وكده. تمام تمام، شكرا ليك يا استاذ سليم، هنجاوب عليك حالا، شكرا ليك. طيب احنا كده اتكلمنا عن التبييض، نتكلم عن برضو مدام سماح كانت بتتكلم عن الطقم اللي هو اللي بتقول موجود في السوق الطري، انا ما اعرفوش، حضرتك اكيد عارفاه. في طقم احنا زمان كنا كويس ولا لا؟ في زمان كنا بنعمل الاطقم بماده اسمها اكريل، دي بتبقى صلبه شويه. في دلوقتي الاطقم اللي نازله جديده اللي هي بتبقى مرنه شويه، هي مش زي ما حضرتك تتخيل ان هي بتبقى طريه، لا هي طريه تو سام اكستنت، يعني مش صلب، مش يعني نقدر يعني لو دوسنا عليها تتحرك. لا دي من الحاجات الحلوه جدا اللي نازله دلوقتي، وهي اولا كويسه بالنسبه للثه، خفيفه على اللثه. ثانيا الحاجات اللي احنا كنا زمان بنستعمل حاجه اسمها كلاسبس، حديدات كده عشان نمسك بيها الطقم نفسه. ايوه دلوقتي في الثيرموبلازما ما بنستعملهاش. لا هو من الحاجات الحلوه جدا يعني كويس جدا الماتيريال الجديده. طيب كانت بتقول برضو هي خلع اسنانها لفوق وفي زي ايه زائده جلديه كده ظاهره، فبتقول هل هي هتفضل معاها، هل هتختفي، هل ممكن الليزر؟ دي من ضمن الحاجات اللي في يعني في ساعتها بنشيلها بالليزر، مفيش دم، مفيش اي حاجه، مفيش وجع، من غير انستيزيا، من غير اي حاجه، بنشيلها من غير بنج يعني. تمام. معلش انا بستعمل معلش ابقى اجيب لك مترجم. لا ما شاء الله على حضرتك. وبناخد المقاس على طول ساعتها. تمام. طيب برضو استاذ خالد، عشان انت قلتي السؤال ده حلو، لما بيقول لك انه ممكن الليزر نستخدمه بدل المشرط في جراحات الخاصه باللثه والاسنان. بصي احلى حاجه في الليزر هي دي. احنا مشكلتنا مع المشرط ان هو زي هنا، زي الحاله دي. ده اسمه ليبيال فرينم. بيبقى في ناس بتبقى الفرينم ده، الجلده دي اللي بتبقى ربنا بيبقى دايما حاططها في الناس فوق شويه. في ناس بتبقى نازله لغايه السنان تحت. دي بتعمل الدايستما اللي هو الفرق بين السنان ده. يعني تمام. السنان دي لو مش هي مش موجوده بتبقى ضمه على بعضها دي. بعد ما شلناها بالليزر شلناها،
لو حضرتك الصوره اللي قبل كده حضرتك هتبصي هتلاقي انه شوفي هي نازله لغايه الريدج ازاي ومخليه السنان يحصل لها مسافه بين بس السنان. هو خلاص المسافه حصلت خلاص يعني لا احنا بعد كده بنشيلها وبعد كده بنعمل تقويم فبيروحوا راجعين تاني. انا كنت اقول كده يعني احنا مش بعد مش اول ما هنشيلها اسنان هتضم. لا احنا هنشيلها عشان هي بتمنع ان السنان تنضم لانها هي بتبقى جايه مكان السنان نفسها. تمام. طيب هستأذن حضرتك هستأذن حضرتك والساده المشاهدين نطلع مع حضراتكم مع فاصل ونكمل معاكم باقي حلقتنا النهارده. سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكر معايا وقول لي رايك، نغسل كده احسن ولا كده؟ ننظف العربيه بالطريقه دي ولا ننظفها كده؟ نسقي الزرع بالخرطوم ولا نسقيه كده؟ نتوضى بالكميه دي ولا نتوضى كده؟ طيب تحلق دقنك بكل الميه دي ولا كده؟
ضميرك هو الحكم، حافظ عليها تلاقيها. اهلا بحضراتكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن اجابة لسؤال خالد لما كان بيقول هل الليزر ينفع بديل المشرط في جراحات الفم، فالدكتورة هيا وانجر كانت بتتكلم تقول اه، ودي كان افضل استخدامات الليزر بالزبط. الصراحة دي احسن حاجة في الليزر هو عملها. احنا كنا بنعاني دايما ان احنا استخدامات المشرط بيعمل لنا نزيف، بيعمل لنا احيانا سوالينج انتفاخات، بيعمل لنا الم، ان احنا لازم نعمل ستيتشز نخيط الجرح بعد ما نعمل اي حاجه. دلوقتي ما بنخيطش، يعني حتى الحاله اللي فاتت الفرينم دي احنا بنقطعها وخلاص، ولا بنعمل اي نوع اللي هي بتاع الزائده الجلديه اللي بين الاسنان اللي بتوسع الاسنان دي كان بالظبط دي احنا بنشيلها. ما فيش زمان بالمشرط لازم بعد ما اصلها، هي بعد ما بنشيلها بالمشرط بتتفتح، فلازم تاخد لها ستيتشز غرز. لكن دلوقتي بالليزر لا، حتى الدم اللي بيطلع الليزر في حاجة ميزة عنده اسمها باندج، يعني ان احنا حتى لو طلع دم بسيط بنوجه عليه الليزر من بعيد كده يروح تك 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 قفل لنا الجرح، كأني ضمت الجرح ده بالظبط. يعني يطلع المريض من عندي without من غير اي نوع من انواع الدم او حاجة او قطنة او القصص دي اللي احنا بنساها. في برضو حالة تانية اللي هي بيبقى فيه زايدة كده ورا في ضرس العقل، احنا بنسميها اوبركلم. دي كتير قوي مثلا الناس تلاحظها، ان احنا فجأة تلاقي ضرس العقل وجعني، عندي وجع فظيع، باخد مضاد حيوي، باخد القصص دي كلها، وناس كتير قوي بتعاني منها. وبيتشال في الاخر يعني، ولا ضرس العقل عشان يعني مفهوم ان هو اللي سبب الالم، ولا ما بيبقاش هو؟ بصي، هو في انواع لضرس العقل. في الضرس العقل اللي بيبقى تحت اللثه، بيبقى معوج او حاجه وبيبقى لهش مكان في الفك، بنشيله. في ناس لا، بيطلع بيبقى ليه مكانه، بيطلع صح وبيطلع مكانه، بس بتبقى فيه زائده فوقه كده، مش عارفه في صوره عليها، بتبقى فيه زائده من اللثه نفسها فوق. دي بتجمع اكل وبتجمع فضلات وبتجمع كل حاجه، عشان احنا ما بنقدرش نوصل لها ننضفها كويس. فدي عشان هي دي بقى اللي بتعمل الوجع الرهيب، ولازم هي دوري عليها انت بقى خمس دقايق. شفتي الصوره اللي على الشمال، اللثه طالعه فوق الضرس. واللثه دي عشان الاكل بيتجمع تحتها بتسوس، بتخلي الضرس نفسه يسوس، وبيعمل لنا بقى مشاكل وكده، عشان كده في الاخر بنخلعه. فاحنا بنروح عاملين ايه، نشيل الحته اللثه الزياده دي بالليزر. زمان برضو كنا لما بنشيلها بالمشرط دم وبقى وقصه، ولازم نديها انتبيوتك والحاجات دي كلها. ده لا، بنروح شايلينها كده برضو من غير بنج، برضو من غير اي حاجه بنشيلها. ودي ممكن تسبب ريحه فم كريهه طبعا، عشان في ناس كتير بتشتكي ومبتبقاش عارفه ايه السبب. طبعا ممكن الزائده دي نتيجه ان انا مش عارفه انضف برضو الجزء ده بالظبط. هنا ضرس العقل حضرتك شفتيه طالع، فحرام ان انا يعني احنا ضروس العقل اللي بتبقى بالطريقه دي وطالعه مكانها وكويسه، بنحاول ان احنا نحافظ عليها، عشان بعدين الواحد لما بيكبر احيانا بيخلع سنه، بيحاول يعني بنعوز سنه ورا عشان نركب عليها التركيب. ده اللي طلع له بقى، اللي طلع له العقل بقى، اللي طلع له ضروس عقل، اللي ما طلعلوش بقى خلاص راحت عليه الفرصه. طيب احنا استاذ صلاح برضو كان من نجاح حمادي كان بيتكلم انه هو عايز يشيل التركيبه ويركب واحده تانية كان هو حاططها من اول الانياب. بالظبط. ممكن يشيل التركيبه ويركب واحده تانية، ودلوقتي بالعكس في حاجات كتيره قوي نزلت جديد، في يعني السيراميكس والحاجات دي كلها، في يعني حصل تطور فظيع في الموضوع. بيبقى طبيعي، لان هو كان مهتم قوي، قال انا ما بحبش الحاجه اللي شكلها مش طبيعي. بيبقى طبيعي. زمان كان في كل البرجات اللي هو بيبقى تحتها متل حديد، وبعد كده بنبني بقى البورسلين اللي هو شكل اسنان فوقها. دلوقتي لا،
كلها بتبقى بورسلين، مفيش حديد فيها خالص، بيبقى شكلها حلو جدا. بتدي اللون الطبيعي عشان بتعكس الضوء صح زي السنان. غير لما انت حاطه حاجه سودة تحت الميتال ده بيعكس اللون غلط او اللايت غلط. فعشان كده لا بالعكس، في دلوقتي حاجات نازله جديد رائعه في في مجال التركيبات. طيب كان برضو معانا سؤال من استاذ سليم، كان بيقول اللثه بتاعته طول الوقت بتجيب دم. دي بقى اكيد هيبقى فيها ترسبات مثلا، بيبقى فيه التهابات في اللثه كلها، لازم محتاج ان هو يعمل تنظيف. بنشوف شكل اللثه، يعني مثلا في برضو الناس اللي بيبقى عندهم لثه ملتهبه بتبقى نازله على السنان شويه. دي لو احنا شفنا ان شكلها مش حلو ممكن نشيلها بالليزر، بحيث ان مساحه الاسنان تبقى صغيره واللثه كبيره. أيوة، وتبقى نازله على السنان بالظبط، نازله على السنان وبتبقى ملتهبه، وبتبقى لما بتعملي بالفرشه بتنزل دم كتير وكده. دي برضو بنشيلها بالليزر. تمام. وبنعمل وبرضو من غير بينك، من غير اي نوع من انواع. تمام. بس احنا نقول استاذ سليم لانه طبعا احنا المفروض ننظف اسناننا، وخصوصا الترسبات بالزبط. اللي هي الجيريه اللي بتبقى اي ظهر. لا دي ايه؟ دي برضو صوره للفرينم زي اللي قبلها. شفتي حضرتك دي بقى بعد ما عمل التقويم قفلت المسافه. شفتي شلنا فرقه ازاي؟ فرق طبعا في الشكل. ولو ان يعني في ناس بتقول دي من علامات الجمال وبتسيبها وبتقول دي علامات جمال، يعني لا اعرف اللي بيحبها. طبعا في ناس بتحبها بيسيبها. في ناس بتعتبرها لا. وفي ناس شايفاها العكس، فيعني سبحان الله، يعني كل واحد ودماغه. طيب احنا اللثه اللي بتجيب دم احنا بنقول دي بقى اللي بتتكلمي عليها. أيوة دكتور هي مهاجر. هي دي هتلاحظي ان اللثه الصوره اللي قبلها. ايوه هتلاحظي ان اللثه نازله على الاسنان. مساحه الاسنان صغيره بتاعه السنان نفسه. انا شايفه ان دي صراحه من افضل الحالات برضو لاستخدام الليزر صراحه. بتبقى هايله يعني. اللي هي مفيش بقى يعني الحاجات دي للناس. في ناس كتيره كانت بتشوف ان شكلها مشوه بسبب حاجه زي كده، سواء اللثه السوداء او اللثه اللي هي كبيره. فيعني وكنا زمان دي عشان نعملها بالمشرط عارفه بهدله، يعني عارفه عشان تشيلي اللثه دي كلها دم بقى، وبنعوز نحط باك حاجه كده عشان توقف الدم ونخلي المريض يروح بيها ويرجع. عارفه بقى بهدله ليزر في الحالات دي. وكمان ما بنشوفش كويس يعني من كتر الدم بنبقى النتيجه مش وقتيه، مش قادرين نشوفها كويس. بالليزر مفيش دم، مفيش اي حاجه. انا عايزه اعدل حاجه، عايزه ازود الحته دي، عايزه انقص الحته دي. المريض نفسه بيشوف معايا انا وهو سايح في دمه كده، ما بقدرش اوري له حاجه. طبعا عايز خليك. لكن بالليزر لا، مثلا الحته دي مضايقاني عايزه اشيلها، عايزه لا ممكن لا فعلا اختراع فعلا الليزر في الحالات اللي زي دي. اغلب الحاجات اللي بنستخدم فيها مشارط بنحتاج ان احنا ندي مضاد حيوي عشان بنخاف من الالتهابات. في الليزر لا. وملوش اي اثار جانبيه ظهرت، وده برضو كويس. يعني ايه الحاله دي؟ هي بقى يعني دي في الطبيعه بقى. دي الجام سمايل. دي من ضمن في بنات كتير قوي بيضايقوا من الموضوع ده. دي عنده مشكلتين. عنده ان اللثه، عندها ان اللثه نازله شويه على السنين، واللب نفسه الشفه نفسها طالعه فوق. لو حضرتك شفتي ضحكتها. طب ودي علاجها ايه بقى؟ هتلاقي ان هي لا انا ما اعرفش، انا مش اخده بالي، انا فاهم، انا عماله ابص على الاسنان الحقيقه. يعني حتى شوفي وهي ضحكه الكيرف بتاع مختلف ده حقيقي. فدي احنا بنظبط شكل السنان. شوفي حتى اللثه مش حلوه، يعني شكلها اليمين مختلف عن الشمال وكده. بنظبط الكيرف نفسه. طبعا. وبندي في الشفه اللي فوق بوتوكس، بنحقن بوتوكس. بس دي حاجه بقى اللي هو وقتيه جدا. لا 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 لا، البوتوكس بيعمل ريلاكسيشن للمسلز. هي ليه بتطلع كده؟ ليه بتتشد؟ عشان وانا بضحك الـ 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 العضلات اللي موجوده هنا بتروح شاده اللثه فوق. شاده الشفه فوق. لما بحقن البوتوكس مفعوله ايه؟ ان هو بيعمل تهدل او ارتخاء للعضلات. كل شويه تعمله
يعني مهل بصي within extent يعني لا مش كل شويه يعني هو صحيح في الدر في ال في, ال في الناس اللي بيعملوا كل ست شهور كل 3 شهور كل 6 شهور لا يعني بنعمله وقت ما هي حاسه. ايه دي يا دكتور هاجر؟ دي لينجوال تانك توي. في اطفال بينزلوا بالطريقه دي شكله بيبي ده خالص بيبي بينزل يعني احنا عندنا في اللسان من تحت بيبقى فيه زي زي الرابط اللي بنشوف كده لما بنرفع بس بيبقى ورا في ناس بتبقى من اول التب من قدام فدي ما بيقدرش يتكلم كل ما يجي يهتم بالحاجه دي سبحان الله يعني ربنا بيخلق كل حاجه بميزان ده حقيقي فبالطريقه دي بيبقى الطفل مش قادر يعني هيمنعه من الكلام وكده فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها حتى في الاطفال في الليزر برضو في السن ده في الاطفال يعني هو في السن ده بيستن ويكبر وذن مثلا 7 8 شهور سنه بنروح بتشيلوها بالليزر وسهله جدا وبراحه امنه يعني بتتقال عليها امنه احنا احلى حاجه في الليزر دلوقتي في الاطفال كل الاطفال اول حاجه يدخل عياده الاسنان يعيط من غير سبب عشان الابره دلوقتي احنا كلنا بندخل عياده احنا بنعيط عشان ما ندخلش عياده الاسنان بس المفروض على فكره ندخل يعني على الاقل كل سنه مش هقول لكم كل 6 شهور كل سنه المفروض حتى نطمن على الاسنان عشان الموضوع ما يكبرش. طيب احنا بنقول للاستاذ سليم نرجع تاني للاستاذ سليم انه ممكن وارد جدا ان هي تكون ترسبات الجير هي اللي عامله دي فحضرتك هتتوجه لاي عياده طبيب اسنان كويسه يعني شاطر وهيشيل لك الجير وهيقول لك شويه حاجات محاليل وحاجات بعدها تبقى زي الفل ان شاء الله وبعد كده لازم يواظب بالفرشه والمعجون يعني ما اقدرش اقوله دلوقتي يشتغل يعني لازم الفرشه والمعجون بس لازم يشيل الترسبات عند الدكتور الاول وبعدين يستمر على الفرشه والمعجون برضو لو راح شال الترسبات وما عملش فرشه ومعجون هيرجع تاني وما طيب برضو مشكله سليم كان بيقول على الحشو انه تقريبا بيقع كل شويه يركب حشو ويقع دي غلطه الدكتور يعني مش كده ما انا حسيت انا دي يروح للدكتور يركب تغير الدكتور مش كده انا كنت هقول كده بس قلت لا حضرتك اللي تقولي شهاده شاهد من اهلي هو مش يعني مفروض ان انا اقول كده لا اكيد الحشو بيقع كل شويه يعني اصل دي يعني ما ينفعش نقول طبيعه جسم انه الحشو بيقع يعني لا بصي هي بتبقى حاجتين يا اما الحشو المستعمل في الحاله دي غلط فبيقع يا اما الماده اللي مستخدمه مش كويسه فبتقع طيب تمام طيب احنا برضو كده الحمد لله تقريبا يعني جاوبنا على اسئله الساده المشاهدين اللي اتصلوا اسئلتنا احنا بقى كان في سؤال معانا بيقول وصفات الطبيعيه اللي احنا بنسمعها دايما عن تبييض الاسنان هل هي حقيقيه قلنا زيت الزيتون بكربونات الصوديوم مع الليمون والكلام ده هل ده بيجيب نتيجه ولا لا بصي انا ما بحبش يعني موضوع الوصفات الطبيعيه والقصص دي كلها بصراحه انا ما جربتهاش بس في حاجات لازم زي ما بنقول ايه نتبع فيها الطريقه العلميه الصح انا لما بحط ماده ما فيش دراسات ان الماده دي لما احطها على الاسنان هيحصل بعدها ايه سواء كانت طبيعيه او غير طبيعيه يعني دلوقتي مثلا في مثلا بيحاولوا ان هم في الدراسات بيعوضوا حاجات كتير قوي بنستخدمها بالاسنان في المواد الطبيعيه بالمواد الطبيعيه زي مثلا العسل زي اليانسون بيدخلوها في القرنفل القرنفل الحاجات دي كلها اوريدي موجوده في القرنفل احنا بنستعمله من ضمن الحاجات الاساسيه اللي في الاسنان فدي بس دي عليها دراسات لكن المواد الثانيه مش عليها دراسه ان هي كويسه يعني حتى مش عارفين اذا كانت بتضر السنان لو انا استخدمتها مثلا كل يوم ولا لا بالظبط يعني في كل حاجه ليها استعملها قد ايه والمده قد ايه وفي وقت قد ايه صح انا لما اجي استعمل حاجه كده يعني انا مش عارفه بقى يعني حاجه انا مش عارفه جوه بيحصل ايه ما حصلتش عليها دراسات ما حصلتش ما جربتهاش قبل كده فانا ما احبس يعني في ناس كتير قوي كمان كانت الفتره اللي فاتت تقول لك على الملح على الملح تبييض الاسنان فرشه وملح والكلام ده كله دي من الحاجات الوحشه قوي للاسنان ليه عشان الملح عباره عن حاجه خشنه خشنه بالظبط انا لما ادعك السنان بتاعتي بحاجه خشنه
تبرين السنه بالظبط مش كده. بس يعني في احنا ناس خايفين كتيره من الليزر والحاجات اللي هي الجل وكده عشان نفس الحاجه، فاحنا بالظبط نستخدم ملح. بالظبط في ناس سنتهم توجعهم فتقول لك انا هحط فيها جواها قرنفل عشان الوجع يروح. طيب ما هو انت حطيتي القرنفل والوجع راح، بس مشكله الوجع ما راحتش. انت قضيتي على الالم وما قضيتيش على اسباب الالم. بالظبط نفس الفكره. طيب الليزر برضه بيستخدم في علاج تسوس الاسنان بالظبط دلوقتي؟ لا 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 احنا دي جامده دي بقى، يعني دلوقتي ما بقاش فيه الزنانه اللي بتزن دي. دي ممكن تبقى خلاص. لا 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 خالص. طب ده انا بقالي 50 سنه ما بروحش انا عشان خايفه منها دي. لا 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 وهو بيطلع صوت جميل يعني تك 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 بس. يعني ده اقصى صوت بيطلعه. ما فيش. لا هو بيستخدم كمان لانه هو الليزر ايه فكرته في السنين. احنا قلنا ان قبل كده مثلا زي الملارين قبل كده في اجهزه بيحصل لها ابزوربشن في الميه. الميه هي اللي بتسحب الليزر يعني الشعاع بتاع الليزر. فاحنا السنان بتاعتنا فيها ميه. فهو بيحصل ايه؟ بيحصل انه اماكن التسوس الموجوده في السنان بيبقى فيها كميه ميه اكتر من السنه السليمه. فتروح سحبه او تمتص شعاع الليزر فيشيل التسوس ده اكتر من السنه السليمه. اكتر من سنة. فيشيل التسوس ويسيب الحتت السليمه. بس الليزر فيه في البوينت دي حاجه واحده بس. ان احنا لازم يعني ما ينفعش نستخدم معاه الحشوات القديمه البلاتينيه اللي هو البلاتين ده الحشو الجديد اللي هو الابيض. بالظبط. عشان الخصائص بتاعته مختلفه ان هو ممكن يمسك في السنه بغض النظر عن شكل السنه اللي احنا عملناها. يعني عشان هو الليزر بيعمل حاجه اسمها irregular surface يعني السطح بتاع السنه بيبقى مش منتظم. بيشيل بس الحتت اللي فيها تسوس بس. فبعد كده لما حركتك نخلص فتلاقي السنه شكلها غير منتظم. فلازم استعمل حشوه تناسب الموضوع ده. يعني ما اجيش اعمل حاجه زي كده اقول لك هستعمل حشوه البلاتين مش هتقع زي زي استاذ سليم. طيب احنا كده قلنا ان الليزر الصراحه واضح ان هو ليه استخدامات يعني حلوه جدا طبعا، يعني مش بس التبييض، لا ده يعني كمان ان هو بيشيل التسوس بالحشو الاسنان، في كمان علاج اورام اعتقد ان هو ممكن ازاله اورام من بناخد. احنا مشكلتنا برضو احنا بناخد في الاسنان في الاسنان بنبقى حاجه اسمها بايوبسي اللي هي عينه. العينه ده لما بنيجي نشيلها بالمشرط بتبقى صعب، وبعد كده عشان عشان تشوفوا الالتئام بتاعها بيبقى صعب وكده. احنا لا بالليزر بناخد البايوبسي بسهوله ومن غير نزيف ومن غير ولا يعني اي حاجه ولا اي حاجه خالص. تمام. بس هتوجعونا بقى في الفلوس، يعني ما نعمل حشو بقى ابيض بالليزر اكيد هنتوجع بالفلوس. لا 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 احنا بنعمل اوفرز في العياده كويسه خلاص احنا ناخد كلنا بقى الكارت بتاع الدكتور هذا. احنا يعني نورتينا في حلقه النهارده وبجد اضفت لنا. احنا في نهايه الحلقه بنشكر ضيفتنا النهارده دكتوره هاجر عبد الحميد استشاري طب الفم والاسنان والعلاج بالليزر ومدرس علاج الجذور. شكرا لحضرتك. ميرسي 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 ونورتينا في اسال طبيب. ميرسي ربنا يخليك. ميرسي. بقول مشاهدينا في اسال طبيب يا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده زي ما انا استفدت، واشوفكم في حلقه جديده من اسال طبيب.